السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس نشرت فيديو على قناتي عنونته بهذا العنوان: ما هذا الكلام الذي قاله هذا القس؟ ومفاد هذا الفيديو هو أن هذا القس يقول أنهم يأكلون ربهم، فيستنكر على النصارى الذين يشترون ساندويتش فول فيأكلونه بعد أكلهم لربهم يسوع، فيقول لك: إزاي أنت لسه واكل بابا يسوع فتأكل عليه ساندويتش فول؟ طبعا نظرا لهذا الكلام المضحك، المهم حينما عملت هذا الفيديو تفاجأت بتعليقين لشخص يدعي دائما أنه كان مسلما فتنصر. وهذا الشخص أنا حاورته قبل هذا وعندي مناظرتين معه، هو في الحقيقة شخص مغمور يعني. فهذا الشخص اسمه أكمل محمد صادق، وجدت له تعليقين على الفيديو. وأولهما يقول: شفت المصيبة اللي نهى السيد أوقعت نفسها بغبائها فيها. أما التعليق الثاني فيقول فيه: عاوزك بالفعل دكيدة تقول لأختك نهى السيد تحذف الفيديو وتطلع تعتذر وتقول أنها أخطأت احترام للي سمعوا غباءها وصدقوها، مع أني عارف أنها مش هتعمل ده لأن رابط الباتريون ونسبة المشاهدات عندها أهم من أولادها، وبالطبع هيكون أهم من أنها تظهر إن شرف كلمتها له قيمة. هذا الشخص بالمناسبة أيها الإخوة الأكارم من أقذر الشخصيات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشخص يتهم أختنا الكريمة نهى السيد. بالمناسبة الأخت نهى السيد هي كانت مسيحية فأسلمت لله تبارك وتعالى، ولذلك هي وجعاهم أوي كما يقال بالمصر يعني. فيتهمها بالغباء ويقول لي: لازم تقول لها أنها تحذف الفيديو كذا. طيب أنا أقول لها أنها تحذف الفيديو؟ طيب تقول لها أنت، أليس لك لسان تقول لهذا؟ أنا حينما رأيت هذا يعني التعليق لهذا الشخص قلت سأرى ما الذي قالته الأخت نهى السيد، لأني بالفعل لم أكن قد شاهدت الفيديو قبل هذا، إنما هو الذي نبأني إلى أن الأخت نهى السيد عملت على فيديو، ونشوف هل بالفعل ما قالته نهى السيد غباء كما يدعي عليها هذا. في الحقيقة أقسم بالله العلي العظيم أنني حينما رأيت فيديو الأخت نهى السيد بردت قلبي فيه، فهي من كثرة فضحها له أصبح يقول: أي يا غبية ويا لازم تحذف الفيديو. طيب لو كان ما تقوله غباء كما تدعي أو أنها مخطئة أو كذا، فلماذا تطالبها بأن تحذف الفيديو أصلا؟ هو أكمل هذا كان يدعي أنه كان مسلما فتنصر. تعالوا بنا نرى ما الذي قالته الأخت نهى السيد، أتت بدليل قوي جدا على كذب هؤلاء. طبعا نحن نعرف أنه كذاب، لكن هو يعني كذب نفسه بنفسه كما يقال يعني: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. تعالوا بنا نرى ما الذي جاءت به الأخت نهى السيد. الأستاذ أكمل محمد صادق هو عابر من الإسلام للمسيحية. وسهيلة مصطفى دي ليها قصة تانية هتكلم عنها ان شاء الله في حلقة منفصلة، لانها بتدعي كمان انها كانت مسلمة واتنصرت، والغريب انهم هما الاثنين طالعين بصور افتراضية ومش بشخصياتهم الحقيقية علشان ما يتكشفش امرهم، وده اللي هنعرفه فيما بعد. وبدأ المدعو اكمل يحكي قصته وقال انه ترك الاسلام من 4 سنين. في البداية انا طبعا لا يمكن كنت اتخيل قبل 4 سنين دلوقتي ان انا كنت ممكن ابقى مسيحي في يوم من الايام. هو هنا بيقول انه ترك الاسلام من 4 سنين من تاريخ نشر الفيديو اللي كان 31/10/2022، بالرغم من انه ليه فيديو منشور على قناته مع الاخ خالد هاتفي صاحب قناة ناس في الشبهات، واللي كان نشره بتاريخ 19/9/2022 بيقول فيه انه اصلا من سنتين. ده انا اصلا انا مسيحي من حوالي سنتين يعني. فواضح ان الكذاب نساه. فيا ترى ترك الاسلام من سنتين ولا من 4 سنين؟ هل لاحظتم هذه الحجة القوية؟ الأخت نهى السيد بارك الله فيها أتت بمقطعين. مقطع كان طالع معي في سنة 2022/9/19 يدعي فيه أنه ترك الإسلام منذ سنتين، بعدها بشهر واحد فقط، بشهر و12 يوم طلع مع واحدة اسمها سهيلة مصطفى في سنة 2022/10/31. بالمناسبة سهيلة مصطفى هذه أيضا تدعي أنها كانت مسلمة فتنصرت، فهذه هي خطتها
هؤلاء المنصرين الفاشلين يدعي أنه من بني جلدتك لكي يكسبك إلى صفه، والذي علمهم هذه العقيدة هو بولس الذي كان يقول صرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين تحت الناموس، ومثل هذا الكلام. المهم حينما أتت بمقطع لي في 2019 يقول في أنه ترك الإسلام منذ سنتين، بعدها بشهر فقط يقول أنه ترك الإسلام منذ 4 سنوات. فهل أصبح الشهر الواحد بقدرة قادر 4 سنوات؟ إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. بالمناسبة أكمل هذا حينما يفحمه أي شخص دائما يهدده ويقول له احذف الفيديو وإلا أعمل فيك وإلا أسوي فيك ومثل هذا الكلام، كما الآن يفعل مع الأخت نوسين، وقد فعل هذا معي مرارا وتكرارا. يعني مرة من المرات أنا كنت أناقش أكمل هذا في الخاص على الفيسبوك في المسنجر يعني، فهو اعترف لي بلسان حاله أن رشيد حمامي يتهرب من مناظرة الدكتور منقذ السقار، وقمت بنشر اعترافه هذا على قناتي على المنتدى، وهذا هو كلامه يقول فيه: وأنا أتفق أن رشيد لا يملك الجرأة على مناظرة الشيخ منقذ السقار، ولا أعلم حقيقة ما في نفس رشيد، ولكن كل ما يبدو للعالم أنه يفرض شروطا ليس لها معنى كوضع عقدة في المنشار ليس أكثر، ومع ذلك الشيخ يتقبلها تنازلا منه حتى لا تكون أمام رشيد حجة يحتج بها. ولكن ومع هذا فالشيخ منقذ استمعت له كثيرا، وبكل صدق أقول لكم إنه أقل بكثير وأضعف من أن يخشوا مسيحي لديه ولو أدنى فكرة على نصوص الكتاب المقدس، فذلك الاطلاع ولو كان أدناه سيكون كافيا أن يكشف للشيخ منقذ مدى جهله. وطبعا أنا حينما قمت بنشر اعترافي على قناتي قام يهددني فكتب لي على الخاص، قال لي احذف الكذب اللي قلته على صفحتك عشان مش عاوز افرج الناس عليك اكثر من كده. وانا اتذكر وقتها انني قلت له انا عايزك تفرج الناس علي اتفضل، لكن ما فرجش الناس علي خالص ولم يتركني اتفرج اصلا، ولا حول ولا قوة الا بالله. الشاهد ان هذا الشخص كلما فضحه مسلم الا وخرج يهدد فيه لو ما حرفتش الفيديو لو ما فعلتش وسأفعل فيك، وهو في الحقيقة لا يفعل أي شيء. أنا أريدك فقط أن ترد على الأخت، الأخت فيما أخطأت؟ أتت لك بمقطعين في نفس الشهر، مرة قلت أنك تركت الإسلام قبل سنتين، وفي المرة الأخرى قلت أنك تركت الإسلام قبل 4 سنوات، فأي الفيديوهين نصدق؟ أي أكمل من الأكملين أو أي أنقصين من الأنقصين نصدقه يا رجل؟ ولما في أحد الإخوة في البث سأله إزاي هو باسم مسلم وهو مسيحي، فرد عليه الأخ خالد هاتفي وقال له أكمل محمد صديقة، هناك طائفة لسه جديدة يعني بتسمى طائفة أنا كنت مسلم سابق طائفة أنا كنت مسلم سابق، فهذه الطائفة لسه يعني أعتقد أنك أنت لما صممت تقف قدامي في موقف زي ده أنت كان شكلك وحش يعني يا خالد، أنت وعبد اللي كان معك. ممكن أطلع بالبطاقة بتاعتي بس ثواني عشان أنهي النقطة ده خالص، أنا عندي استعداد أطلع بالبطاقة بتاعتي بس في شروط كده أقول لك عليها. لو أنت فتحت عني الحظر أنا خلاص هقول لك على الشروط اللي أنا عندي، وهطلع بالبطاقة بتاعتي علني كده وشهادة ميلاد الأولاد تمام؟ انا فاكتر من كده البطاقه بتاعتي وشهاده ميلاد الاولاد وباساميهم وديانتهم وكده يعني، لان اصلا انا مسيحي من حوالي سنتين يعني، فانا عند الاولاد اصغر حد عندي اصغر حد من البطاقه بتاعتك تعرف منين البطاقه بتاعتي يعني تعرف منين البطاقة بتاعتي؟ خلاص يبقى إذن أنت اختبر زي ما أنت اختبرتها قبل كده فشلت فيه وبقى شكلك وحش. وبدأ يتوتر وعمل نفسه ذكي وقال أنا ممكن أعرض بطاقتي وشهادات ميلاد الأولاد، فرد عليه الأخ خالد بطريقة أكثر ذكاء وقال له إزاي أعرف إن دي بطاقتك الشخصية؟ فالمدى وأكمل مش عايز يظهر بصورته الحقيقية علشان أمره ما يتكشفش، وبدأ يطلع بره الموضوع أصلا ويتكلم في حاجات بعيد عن السؤال الموجه ليه.
آه والله كلام الأخت نهى السيد هو عين العقل ومنطقي جدا، أنا لا أدري أين هو الغباء في هذا وأين أخطأت الأخت في كل هذا. يعني نعم نحن من حقنا أن نطالبك أن تخرج بصورتك الحقيقية ثم بعدها تعرض لنا أوراقك والبطاقة الشخصية وكذا، أنا كيف سأعرف صورة الموجود في هذه البطاقة وأنت نفسك؟ أنا لم أراك على لم أراك في حياتي، يعني لم أرى صورتك الشخصية في حياتي، فأنت حينما ستخرج لي بطاقتك الشخصية وعليها صورة شخص، كيف أعرف أن صورة هذا الشخص هو أنت؟ اطلع بصورتك الشخصية، يعني افتح علينا الكام وقل أنا هو أكمل محمد صادق أهو، وهذه هي بطاقتي وفيها نفس صورتي اللي أنت شايفها الآن، هكذا سنصدقك يا رجل. أما أنك لم ترينا وجهك على الإطلاق ثم بعدها ستخرج لنا أي بطاقة ممكن تجيبها على النت أو تجيبها لأي شخص وكذا وتقول أنا هو هذا الشخص، طبعا هذا الكلام لا يمكن أن يصدقه أي إنسان عاقل. فحينما نطالبك بهذا تقول لا أنتم أغبياء أنتم كذا، والله ما في أغبياء أكثر ممن يصدق أمثال هؤلاء النصابين، نسأل الله السلامة والعافية. وبالمناسبة أحيي الأخت نهى السيد وأقول لها جزاك الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إليك أولادك. بالمناسبة هؤلاء النصارى لا يريدون أن يعيدوا لها أولادها، هل هذه هي ديانة المحبة؟ طيب لماذا الكنيسة لا تريد أن تعيد لها فلذات أكبادها كي تضمهم إلى صدرها؟ لماذا لا يريدون أن يعيدوا إليها أولادها؟ هل هذه هي المحبة المزعومة التي تزعمونها؟ أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هل هي مجرد شعارات رنانة وحبر على ورق فقط؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولجميع المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.